الناس تاخذ رواتب اي يعني راتب الجندي ما يقل عن يعني مليون مليون ونص يعني نقسم البلد نصين 750 الى 750 ان بالنص اي وهذا يعني بزنس يعني بيننا والجندي ما يداوم لا طبعا هو ليش يسموه فضائي ما يداوم مش عدم داوم 750 750 في 200 على السريع خلينا نشكشكها بالحاسب يلا شكشك 750 بس انت كلش حاسدنا وحاطنا بالزائد استاذ احمد لا 750 الف في 200 جندي اوف يعني يطب لك بالشهر 150 مليون دينار اي بس مو كلها الي عدل من لا تفتح عينك علي هيك عدل من زين غير ورانا ناس ورانا ناس يعني ساندنا خمانة اشتغل بوحدي غير اكو ناس وراي منو مثلا وراك؟ يعني ناس اللي خلوني بهذا المكان اللي ضابط استخبارات اللي يسد وراي يرقع الامور امور على الافواج اللي ينزلون جنودهم شلون اسد حلوقهم لعد شلون تمشي الامور وتسلم